السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه وانتم تشاهدون هذه الحلقه. موضوع حلقه اليوم: كيف تجد باسورد نقاط الواي فاي القريبه من بدون الحاجه الى الاختراق. نعم، لا كالي لينكس، لا باك تراك، لا ايرمون ان جي، لا واي فاي واي، كل هذا سننساه لاننا سنستطيع ايجاد باسوردات بعض نقاط الواي فاي القريبه منا ببساطه. كل هذا عن طريق تطبيق يسمى واي فاي ماب. هذا التطبيق الذي يمكنك استخدامه على الايفون كما يمكنك استخدامه على الاندرويد، ويمكنك تحميله من على www.wifimap.io. طبعا يمكنك التحميل من على الاب ستور او من جوجل ويب من جوجل بلاي. اذا لم يعمل الموقع فرجاء اكتب ويفي ماب في جوجل بلاي او في الاب ستور. طبعا بعد التحميل والتثبيت، اول شيء يجب ان تقوم به هو عمل اكتيفيشن للواي فاي، اوكي، هذا لا غبار عليه. كذلك يجب عليك ان تعمل اكتيفيشن لللوكيشن. لماذا؟ لان عندما ستحدد وضعيتك بالجي بي اس سيتمكن التطبيق من تحديد نقاط الواي فاي القريبه منك. للاشاره انه اذا تعذر عليك تحديد موقعك عن طريق الجي بي اس، استعن بالموبايل داتا كما تلاحظ معي او كما فعلت انا. جيد، اذا الان ننتقل الى التطبيق واي فاي ماب، نشغله وبعد ذلك ننقر على هذه الايقونه لكي تحدد لنا موقعنا. جيد، اذا الان تم تحديد الموقع، اقرب نقطه انا موجود هنا واقرب نقطه واي فاي موجوده هنا، يعني الطريق لهذه النقطه الواي فاي هو يجب ان اسلك هذا الطريق. اذا هذه النقطه الواي فاي عندما انقر عليها سأجد أن الباسورد هو هذا الباسورد بلا بلا بلا، لا يظهر بشكل جيد وأتمنى أن لا يظهر بشكل جيد. فهذا هو الباسورد، وهكذا يمكن أن أجد باسورد نقاط الويفي بسهولة. الآن السؤال الذي ستطرحه هنا هو كيف يعمل هذا التطبيق. هذا التطبيق مثله كما قلت مثله مثل برنامج نمبر بوك أو ترو كالر، يعني أي شخص يستخدم نفس هذا التطبيق يمكنه أن يشارك باسورد الويفي مع أصدقائه، مع الناس التي تستخدم هذا التطبيق. يعني يكفي مثلا إذا زرت مستشفى أو أي مكان واستطعت أن أحصل على الباسورد وأدخلته يعني استطعت أن أنجح في الاتصال، يتم مشاركته مع جميع الناس التي تستخدم نفس التطبيق. وهكذا يمكن أن أجد باسورد عدة نقاط واي فاي بسهولة وبدون اختراق.